طيب النهارده في مباراة الناس قاعدة مستنيها، النهارده هيلعب ليفربول قدام سبارتا براغا التشيكي. لما بنلاقي مباراة كده ليفربول تحس ان احنا قاعدين برضو بنتفرج على مباراة تخصنا، يعني طبعا الناس قاعدة تبقى مستنية طبعا. صلاح يعني. فالنهارده متخيل الأمور هتمشي ازاي؟ والله يعني ليفربول ماشي بثبات كويس جدا على في كل البطولات اللي بيلعبها، يعني خد بطولة كأس الاتحاد الكارلين كاب، وخد وواصل بشكل كويس في الدوري الأوروبي، متصدر الدوري الإنجليزي. ولكن هو عنده مراحل حاسمة في البطولات كلها. النهارده طبعا مباراة سبارتا براغ مباراة مهمة، صلاح موجود مع الفريق بعد الإصابة ما انتهت بالنسبة له، وموجود مع الفريق النهارده، كان امبارح شايف صلاح في الطيارة معاهم وموجود وشارك في التمرين امبارح، فبالتالي صلاح بنسبة كبيرة هيلعب ولو جزء من المباراة، ممكن ياخد الشوط الثاني زي ما عمل معاه كلوب أول ما رجع بعد الإصابة اللي كانت مع المنتخب، ما نزلوش مباشرة، نزل الشوط الثاني وسجل وصنع. فصلاح هيلعب إن شاء الله النهارده ولو جزء بسيط من المباراة، أو يعني إن شاء الله يكون في الجاهزية الطبية. صحيح. تتوقع ده أن كلوب قال في مؤتمر صحفي على يعني أكد على جاهزية محمد صلاح أنه يلعب الماتش ده، هل ده بيخليني أسأل حضرتك أنه ممكن يشوف محمد صلاح في معسكر المنتخب الوطني اللي جاي؟ بص، هو الموضوع ده بصراحة خد أكبر من حجمه بشكل كبير، أو مش عايزين نروح إن في مشكلة ما بين محمد صلاح والجهاز الفني للمنتخب، لأن هم لسه ما تقابلوش يا جماعة أصلا عشان نقول إن في مشكلة. صلاح محطوط اسمه ضمن اللعيبة المنتخب مستدعيها للمعسكر اللي جاي اللي هيكون في الإمارات، إن شاء الله يكون موجود يقدر يلعب ويبقى موجود. صلاح في النهاية الجهاز الفني كان واضح لو صلاح لعب أي مباراة قبل ميعاد المعسكر هيكون موجود ان شاء الله في منتخب مصر، هيلعب النهارده وفي مباراه ثانيه يوم الاحد مع مانشستر سيتي القمه في البريمير ليج، فمباراه غايه في القوه. لو قدر يلعب مباراه زي دي اكيد هيبقى قادر ان هو يبقى موجود في منتخب مصر. فكره ان هو يشارك في المباريات الوديه، طبعا مصر عندها، عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين، عندنا بطوله وديه بتشارك فيها كرواتيا ونيوزيلندا وتونس، اول مباراه لمنتخب مصر يوم 22 مارس قدام منتخب نيوزيلندا. فطبعا مشاركه صلاح مش هي الفيصل، الاهم من وجهه نظري يعني ان صلاح يبقى موجود مع المنتخب في اول لقاء مع الكابتن حسام حسن، عشان نقضي على اي شائعات بتتقال ممكن تهد منتخب مصر او تاثر على منتخب مصر، نقضي على اي فكره ان صلاح مش حابب ان كابتن حسام يبقى موجود او الكلام ده. الكلام ده كله ما نقدرش نقول ان هو صحيح، لان هم اتنين ما تقابلوش قبل كده، يعني لم يلتقوا عشان نقول ان في خلاف. ممكن كابتن حسام كان بيطلع يتكلم عليه قبل ما يتولى تدريب المنتخب، يتكلم تقييمه كراجل نجم كبير واسطوره كبيره في الكره المصريه، ولكن في النهايه هو ده حال الكوره في اوروبا. صلاح نفسه لما بيلعب مباراه سيئه جوه الملعب بيلاقي جيمي كاراجر وبيلاقي لاعيبه ليفربول القدامى بيبقى قاعدين في الاستوديو بتاع المباراه بيقطعوا كل لعيب في الملعب ما قدمش مستوى كويس بما فيهم صلاح. فبالتالي النقد امر موجود في الكوره وامر صحي، لان اللاعب لو لم يتم انتقاده مش هيقدم احسن مستوى، لو لم يتم انتقاده من الجمهور في الملعب مش هيموت نفسه في الملعب عشان يكسب، لو لم يتم انتقاده عشان يعدل من ادائه من النقاد الفنيين او اللعيبه السابقين او النقاد الرياضيين مش هيوصل لاعلى توب فورم بالنسبه له. فاعتقد ان الموضوع عادي جدا، والموضوع هينتهي في المعسكر اللي جاي ان شاء الله. اتمنى ان هو يخلص على خير، عشان مش احنا عندنا اهداف لمنتخب مصر اكبر من ان احنا نقعد نتكلم هل في مشكله ما بين صلاح وحسام حسن ولا لا. عندنا حاجات كتير اهم، عندنا الاستعداد لتصفيات كاس العالم في شهر 6 اللي جاي، عندنا الاستعداد لكاس الامم الافريقيه السنه الجايه. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفق المنتخب وربنا يوفق صلاح مع الكابتن حسام، وان شاء الله نركز بقى على الجوانب الفنيه، نركز كابتن حسام هيلاعب محمد صلاح ازاي، هنشوف محمد صلاح بشكل احسن مع كابتن حسام ازاي، ده اللي احنا عايزين نركز عليه ان شاء الله باذن الله.